وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد تحية، مؤتمر صحفي في منتهى الأهمية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من بعبر رفح في توقيت أيضا بالغ الأهمية، أكد خلاله على ثوابت السياسة المصرية الرافضة تماما لأي استهداف للمدنيين والداعية أيضا لوقف التصعيد ضد أشقائنا بقطاع غزة. قراءتك لهذه الرسائل المهمة التي يعني تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي اليوم؟ طبعا رسائل رئيس الوزراء النهاردة استكمال لرسائل الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة الحقيقة والعدوان على غزة، اللي هو مصر مع الفلسطينيين ضد هذا العدوان، بتطالب بوقف إطلاق النار، ضد تصفية القضية الفلسطينية، صحيح، مع التمسك بسيناء كأرض مصرية ودعم تنميتها، وأنه جهد السنوات الماضية كان ممتدا بهدف يعني تعمير سيناء وتوطين المصريين فيها بصفتها أمن قومي في التنمية وفي العسكرية. أمر الآخر الحقيقة هو أنه رئيس الوزراء وحتى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان الحقيقة أكدوا موقف الدولة المصرية اللي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى. مصر لم تتوقف عن بذل الجهد، القضية دائما الفلسطينية هي أم القضايا وهي قضية مصرية أساسية، ومصر لن تتخلى عن الفلسطينيين وأنها لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، صحيح. وأيضا الحقيقة وقف هذا العدوان ودخول المساعدات وعلاج الجرحى، لأنه في حرب إبادة حقيقية لم تنتج سوى قتل المزيد من المدنيين الحي. نعم. فبالتأكيد رئيس الوزراء كان بيتكلم على حجم ما أنفقته الدولة المصرية منذ 2014 ضمن ممرات التنمية في سيناء، واللي الحقيقة بيحقق يعني مطالب لنخب وخبراء، ودكتور جمال حمدان العلامة الشهير صاحب شخصية مصر، من تعمير سيناء وتوصيل المياه إليها وزراعتها وإقامة ممرات تنمية ومشروعات هو الأساس لتأمين سيناء، وفي نفس الوقت سيناء تعتبر مصدر لاستقبال المصريين وإقامة مدن ومجتمعات قابلة للاستمرار والنمو. نعم. وأيضا الحقيقة يعني 600 مليار تم إنفاقهم على مدى السنوات اللي فاتت، في 400 مليار تقريبا في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى الكثير في استصلاح 500,000 فدان في مدن كاملة، 115 مليار لإقامة مدينة لأهالي سيناء في العريش، مدينة يتم تخطيطها بشكل حديث بما يتناسب مع تقاليد وثقافة أهالي سيناء، إنه هذه الأعمال والمشروعات بهدف توفير فرص عمل لأهالي سيناء أولا وللمصريين بشكل عام وإقامة مجتمعات قادرة على البقاء. نعم. طيب، اتساقا بما ذكرت أستاذ أكرم، أنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على أنه مصر لن تسمح تماما بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أحد، وأنه لن يكون هناك أيضا أي استقرار بالمنطقة بدون تبني حل الدولتين. برأيك متى يمكن أن يستفيق المجتمع الدولي العالم إلى أهمية هذه الحقيقة، أنه سوف تتعرض المنطقة بالكامل إلى حالة من عدم الاستقرار إذا لم يتم حل الدولتين، وأن هذا هو الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة مرة أخرى؟ الواقع أن المزاعم الإسرائيلية في البداية اللي تراجعوا عنها لكن عادوا إليها تاني، محاولة يعني هذه حرب إبادة وحرب حصار لم تحقق شيئا سوى قتل المدنيين، الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم متمسكين بها. مصر يعني أعلنت دبش أكثر من طريقة، الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكلية الحربية، في اصطفاف السويس، في قبل ذلك في يوم الشهيد، إنه سيناء أرض مصرية، حل القضية الفلسطينية لن يتم على حساب أي طرف، صحيح. أي مناورات أو ادعاءات أو محاولات أو مزاعم هي كلها كاذبة، مصر تمتلك القوة والقدرة على ردع أي محاولة للمساس بأمنها القومي. مصر تمتلك أقوى جيش في المنطقة، ومع ذلك هو جيش رشيد يحمي، لا يهدد، لا يتدخل، لا يعتدي، لكنه عند اللحظة الواضحة المصريين يعرفون الحرب ويعرفون السلام، وبالتالي الحقيقة أنه هذا الأمر واضح ومؤكد بشكل كبير، والرئيس الحقيقة أكده في أكثر من موقع، ورئيس الوزراء بيجدد التأكيد عليه. وكمان الحقيقة أنه
يمكن الناس بيكتشفوا دلوقتي انه ازاي مصر تحملت كل هذه التحديات، وان كثير من ما يجري في الاقتصاد، ما يجري في محاولات دفع مصر لقبول حلول مستحيل قبولها في وجود دولة بقوة الدولة المصرية، الشعب المصري كله بيقف وراء هذا الأمر، وبالتالي فتصفية القضية الفلسطينية أصبح خطر ويهدد المنطقة فعلا باتساع، وهناك أطراف مختلفة ربما تدخل في هذا الصراع في حال استمراره. نعم. نتنياهو والحكومة المتطرفة والعسكريين المتطرفين لم يحققوا شيئا سوى قتل المدنيين ولا حل للقضية الفلسطينية سوى حل الدولتين. والحقيقة مجتمع الدولي النهاردة حتى الولايات المتحدة والداعم الأول لإسرائيل وعدوانها، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليونان، إسبانيا، كندا، كل الدول الكبرى أصبحت يتحدث عن حل الدولتين، عن استحالة التصفية، عن استحالة التهجير والمنع، كل ده كلام فاضي. والحقيقة أنه مصر بتقف حجل عصرها أمام أي نوع من التدخلات بشكل كبير. نعم، مصر تحملت عبء القضية الفلسطينية من عام 1948، وهذا ما أكده دكتور مصطفى مدبولي اليوم. مصر ساهمت بأرواح الألاف من شهدائها في سبيل ذلك، وأكد أيضا على تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية مثلما ذكرت. ده ما تحدثنا على الجانب الآخر أيضا أستاذ أكرم، المساعدات الإنسانية بدءا من جهود القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، وكذلك أيضا المجتمع المدني بالكامل بيهدف إلى تقديم هذه المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى يعني أهالي غزة طبعا. وعلى الرغم من كل هذه العراقيل، ولكن مصر مستمرة في كل الجهود التي تقوم بها من أجل إيصال هذه المساعدات الإنسانية ويعني وقف هذه المأساة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة. مصر يعني هي اللي تبنت القضية الفلسطينية منذ البداية الحقيقة. نعم. و يعني بشكل خمس حروب كاملة يعني الحقيقة. مصر دخلت في خمس حروب واجهت الإرهاب، حروب في 48، في 56، في 67، في حرب الاستنزاف في 73، ثم مواجهة الإرهاب بثمن كبير. وبالتالي ف يعني لا يمكن أن تتخلى مصر عن القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت هي التي جربت الحرب وجربت السلام ولديها الحلول ولديها المفاتيح، وهو ما يؤكده رئيس الوزراء ويؤكده قبل ذلك وأكده أكثر مرة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. طيب أستاذ أكرم، يعني سؤالي الأخير لحضرتك عن التنمية التي تشهدها حاليا شبه جزيرة سيناء وبشكل خاص محافظة شمال سيناء، وهذا أيضا طبعا ضمن تدشين التنمية الكبرى التي حدثت اليوم، وذلك بحضور وبتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتأكيد على أن التنمية مستمرة ومتواصلة مهما كانت الظروف التي تمر بها المنطقة بالكامل. طبعا اولا مصر قدمت كثير جدا في التنميه، يعني اولا ممرات التنميه دي فكره كان خبراء يطالبون بها على مدى سنوات، 30 سنه بعد عوده سيناء، النهارده 41 سنه، 30 سنه كان النشاط السياحي فقط، النشاط السياحي نشاط مهم ومصر بالفعل تمتلك كنوز سياحيه وخبرات، لكن لا تكفي وحدها لانه نشاط هش، وبالتالي فكان من الضروري ان يكون في أرض زراعية 500,000 فدان، إذا كل فدان وفر فرصتي عمل أو ثلاث فرص عمل بنتكلم على مليون فرصة عمل. إذا كنا بنتكلم على الصناعة، على توطين مجتمعات قابلة للبقاء والنمو، محطة بحر البقر اللي هي أحد أكبر محطات تنقيط وإعادة تدوير المياه في العالم واللي دخلت موسوعة جينيس، أعتقد إنه المحسنة، نقل المياه من عبر الصحارى إلى أطراف مختلفة، الأنفاق، يعني كل دي ممرات تنمية حقيقية كانوا يطالب بها خبراء، لكن إرادة الدولة المصرية وإرادة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تحقيق هذا الأمر. نعم،
إذا كانت هذه التنمية أوجه تنمية مختلفة ومتنوعة ما بين التنمية الخدمية، التنمية الاجتماعية، التنمية الاستثمارية من أجل إيجاد مجتمعات متكاملة في شبه جزيرة سيناء وفي شمال سيناء بشكل خاص، إلى أي مدى يعني تعتقد أستاذ أكرم أنه ده بيعتبر سلاح من أهم الأسلحة التي تستخدمها الدولة المصرية أيضا في مواجهة الإرهاب، التنمية المتكاملة والشاملة؟ هو سلاح الدفاع الأساسي على مدى عقور كان التعمير ووجود مجتمعات ومدن، وده ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة منذ 2014، لأنه مساحة سيناء ضخمة تستوعب عدد كبير جدا من السكان ومدن مليونية، تستوعب أنشطة مختلفة فيها إمكانات لصناعة وزراعة. عشان كده مصر أقامت سدود لمحافظة الحفاظ على السيول، إعادة تدوير المية، الزراعة، الصناعات المختلفة، الحفاظ على البيئة، الزراعة الخضراء، الصوبات، كل دي تفاصيل مهمة جدا في هذا السياق. نعم. وتؤكد هذا الأمر. أشكرك جزيل الشكر أستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.